ابدا. مين اللي عندي جولتين؟ ها روح دقيقه بجيب لي ماي. جايز تكبيس تكبيس لين الدبل. شيروا اللايف شيروا شيروا كلكم. ها دام قامت سمعوا. اخ يا زين البنات اللي عندها. تحس البنات اللي عندها كي كلهم داشين داخل البيت كل واحده راشه عطر. والله قاطع لكم انت كلها بنات ما شاء الله. في واحد نكه غابوسي. انت الوحيد اللي قاعد عند البنات. ايش عندك قاعد بينهم؟ واحدة اسمها جولد قلب اسود كتبت هنا نعم اخوي شكلها مش 12 سنة انت. تكبيس تكبيس. هذا بدأ لا حول ولا قوة الا بالله. تكبيس ها جايز. ملاح اليوم ما قال لابس عدسات صوت كاشخة. انت وخالد توفيق واحد اشوفكم. ما طلبت رايك. اذن. فاطرة لا حول ولا قوة الا بالله. بالله اذن؟ اي نعم اذن. لا ما اذن. ساعة كم يذن عندكم بالامارات؟ الساعة كم يذن بالامارات؟ يلا عاد. باقي نص ساعة. والله أذن. لا تستهبلون. باقي دقيقة. أوكي أوكي أم إيه. جايز تكبيس تكبيس تكبيس. تكبيس جايز تكبيس. ليش ما في دبل ملاحي؟ حاجة خاص ما يحتاج دبل. انت بدون دبل افوز عليك. نعم اخوي. والله العظيم لا تحلف الله. ارحب جلال. ارحب اكتب اكتوبر ارحب. يا روحي جلال يا بعدين يا قلبي انت. الدبل متأخر عسى ما شر. ليش تأخرت؟ أرحب خيال الأطراف. يلا جايز أرحب أكتوبر. طير أو ناقة. طير أو ناقة جايز. طير أو ناقة. طير أو ناقة. طير أو ناقة. طير أو ناقة. أرحب جلاد. طير أو ناقة جايز. جايز الدبل. أنا أعرف ما حد بيدعم. أعرف. أرحب يا عيال قفلوا دبلهم قفلوا دبلهم. أرحب يا المخفي. أرحب يا المخفي. أرحب أرحب المعذب نوماس. الدبل خلطوها. أخلطوه. خلطوها. تكفون أخلطوه. ارحب يا المخفي ارحب. ايوه 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 كيو اي يا كيو اي. جايز شت بالدبل لا يجحفلون لا يجحفلون. ارحب يا الهاوي ارحب. معزب احنا والله العظيم احنا ما نحتاج دبل يا الربع معاها. والله 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 ما نحتاج دبل معاها. حيكم حيكم حيكم. ايش فيك اليوم؟ بخاطري افوز عليك. ابي شويه تيجي معك نبي. نعم هذا شعرك ولا باروكه او شيء؟ لا اكستنشن باروكه. انت ايش تكلمين كذي انت؟ قلت اليوم اكون رقيقة عشان اكون في التوب. لا ليش البنات اللي فوق في التوبات وميك اب وحالتهم لله احسن عني؟ قاعدين جحفلة اخر ثواني تبغى جحفلة.
خلكم كذا حلوين مع بعض. قاعد احفل ايش المسخره؟ ماجد ماجد ليش تدخل ماجد؟ ماجد يا ماجد 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 يا ماجد يا روحي ماجد ماجد جرادور. الفرق جايز الفرق نماز. الجولة الأولى بالجيب، تعالي جولة ثانية مع نفسك يا ماجد. أنا رويك يا أبو كركم. روح افتح جولة يا ماجد، روح أنا رويك. جايز ما عليه، فاز الجولة الأولى نفوز الجولة الثانية. بس في أي قناة أنا ما لبسه يجيب الله مطر. شكرا المخفي والله كويت، شكرا ثانك يو سو ماتش الداعمين اللي فوق في البلكونه. امس تمنيتك معي بجوله. اي جوله؟ والله مزشت جوله مجرمه والله. اي جوله؟ اما ابو عقيل. هيك كنت اشوفكم عصبت. منو انت؟ حسب ليش؟ ما ادري حسيتك معصب. لا تشيشت انا شي لما تشيش تحدي قوي اتشيش معصب. تشوفني معصب؟ شكرا سيف. جايز ليه يفوز؟ فاز الجولة الأولى. جايز نزم غام زايد وايد وما نلغام فزايدين حلوة لي ضيعها بلو عند الله الملغى. الدبل الدبل جايز الدبل الدبل. الجولة هاي إن شاء الله لنا، إن شاء الله لنا هالجولة. الله يقول ما شاف ناقة طير. ناقة طير ما شافوهاش ناقة طير جايز. والله يا الربع اللي عندي ما نحتاج دبل ولا شيء لان خصم ضعيف. لا ما انا يعني قطر يا قطر قطر يا قطر. جايز عادي حد يسكر الدبل اسكيوز موا يعني ابليز يعني شو هيدا؟ فاز الجولة على فرق بسيط. لو دخل ما دخل ماجد الدبل عادي. من الله احنا مدبلين، من الله احنا مدبلين. كم بتنزل يعني؟ منعزم جايز عادي نفوز يعني؟ ايش فيكم؟ يا قطر حي 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 ارحب يا صنديد حي حي حي. ارحب يا عادل. شكرا الميزاني ما شاء الله لابسه سماعه اليوم ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله انها صينية، الحمد لله انها بعشر دراهم، الحمد لله. ارحب يا صندوق حي. هذه يا ابحد عيني. اصلا الجولة الأولى المفروض ما تنحسب لأنه دعم ماجد. ولا أنا كنت بفوز. تدري بسوي شيء أنا؟ والله. شنو؟ راح أسافر. بس بسافر شغل. حلو. بسوي عملية تجميل، بسوي عيوني عيون قطوة، والله بسقر خشمي. انت عيونك عيون سلحفاة، ما يحتاج. عندي ويت كنا هامور، انت ايش فيك لا تقطعي علي. الله عادل هامور هامور وانا هامورة. بعد حق منو تسوي تجميل؟ ليش ما تسوي زراعة شعر؟ كل البرنامج يدعمونهم بنات، الا انا الوحيد بالبرنامج ما عندي ولا دعمة بنت. ليش؟ ما ادري، لازم اسوي عملية تجميل والله. كيف يعني ما فهمت؟ ك-
كلهم يدعمون بنات، الا انا الوحيد ما عندي ولا دعمة بنت، ما عندي دعمة بنت. لازم اسوي عملية تجميل واقعد ابث اطلع عيني غمازة كذي. عاد تصدق حتى انا ما يدعموني بنات؟ ها؟ ليه؟ ليش؟ اي ما في معجبات عندنا، احنا حتى الكوميدي كلها شباب، والله العظيم ما ادري شلون مستحملين انتوا، انا ما ادري شلون مستحملكم. عاد انا اكثر وحده كومنتي كلها بنات. شو اسوي يعني؟ رحاب يا صنديد، رحاب يا قطر، حيا عادل معزب، وافين الشيوخ كلكم جايني ما خلط، تكفون ضيف الدعمي. ارحب مرسال. ضيف الدعمي، الحكم الاول يا ميثا. السماعة. الحكم الثاني. الحكم الثاني. شيلي العدسات والرموش. جيبي مقص قدامي قطعيهم. مع نفسك ترى. هذا الحكم الثاني، الحكم الثالث. الأول ترى على فكرة بقول لك شيء، الأولى جحفلت ماجد ولا كنت أنا بفوز. أبغي حكم عيد ما مشكلة، الحكم الثالث. الباروك اللي لابستها هذه أم قص، كلها قصي لي إياها، يلا. ثلاث أحكام أعطيتك. تغرب تغرب باروكة ما بعطيك إياها. يلا. بس إيه لا تستهبل شعري. ما لي شغل فيك والله. شعري يا حيوان. ما لي شغل فيك. مع نفسك ترى لو ان شاء الله ينزل لك 10 مليون. عندي ثلاث احكام، قوم اختار واحده فيهم. يلا عاد يلا. يلا. اختاري. استغفر الله العظيم يا ربي، ايش فيك على السماعه انت؟ ايش فيك يا اخي؟ يلا. بتقول الصينية؟ قطعيها. انت ايش فيك؟ اصلية ترى. يلا قطعيها. لا حول ولا قوة الا بالله، كيف اقصها؟ ما عندي احكام الا سماعات. سماعات. رؤى دايش عليك كتبت لي لا تحكم ميتة، ضيفيني بسناب رؤى، سنابي تلقى انا بالبايو. طلعي طلعي على سناب اعطي يا اخي عطني حكم رابع. طالبي. اوكي بقى من هنا. ايوه ايوه ايش فيك؟ قطعيها يلا بقطعها. تكلمي. اي اوكي. والله العظيم على الصدام ادخل جوله. جايز ممكن افوز عشان اخليه يقص السماعات كل اللي عندها عنده. لا ما بقول لك كلمه واحده، انا ما اخسر. والله حرام اصراف، هذا يسمونه اصراف اصراف. شكرا الميزاني. قايز والله حكم علي. ارحب مدير. ارحب خي الاطراف. هي بطفتك كيف اجيكم؟ والله يا ماجد والله انا رويك مره ثانيه. ما راح البس سماعه، تعرفون كم؟ 150 درهم. 150 درهم ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش رايكم اخليه يقص التار اللي وراه؟ هكذا موديل موديل. يا الله
جايز الدبل الطريق الدبل اوكي ده ترى اذن باقي عندنا بكويت طلعت ملاح يا ارحبي قاز الدبل اوكي الميزاني لحظة 54 وردة جايز 54 وردة ليه؟ سلبني يا سلبني ذكرى يا ذكرى اوكي روحي اشحني وتعالي ادعميني طلال شكرا يلا باي جايز فوزوني ايش فيكم ترابل ترى ترابل 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 ابو علي ابو علي ارحب الميزاني ارحب المخفي ارحب جايز ترابل 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 جايز ترابل صنديد حب الميزاني الميزاني ارحبوا والله شكرا الهاوي المخفي والله ثانك يو سو ماتش Thank you so much. المخفي والله شكرا حب كبير انت بعين سؤال بتفوزين انت الله شو حقت بتفوزين يعني طبعا راح افوز ضحكتيني طبعا راح تخيلوا نفوز تخيلوا جايز ان احنا نفوز ونحكم على ملاحي قلت بدريم او حلم يلا بنشوف كتبي دريم او حلم دزي رساله اعطاني ليس لديك الرصيد الكافي كم باقي؟ باقي 15 ثانيه صح؟ شوفي 15 ثانيه بس بقول لك شيء واحد بس بالشوكولاته يا ولي يا ماي ما سمع طافيه اذبح اذبح ارحب الحكم الاول لوس جولتين ارحب يا اس ارحب وافير شكرا حبيبي دعم يا عيال يا ربي يا ربي يا ربي فزنا جايز نفوز الجوله الثانيه ونحكم عليه باذن الله باذن الله عاد عندي لك حكم يجنن حكم يجنن تصدق انه وصل دريم يلا اللي عندي لسه محطون ممكن افهم جايز والله نستطيع نفوز عليه قسم بالله ارحب سيسيكو شراره الداعمين ثانك يو سو ماتش المخفي والله شكرا حب كبير الله يسعدك الميزاني شكرا مع بعض مع بعض يدا بيد نستطيع ادعو شكرا شراره بهلول ارحب بو ذياب ليش تضحك؟ والله بخير يا بهلول ماما شكرا
أقول لك شيء، ما راح تفوز. أرحب قطر. طير أو ناقة؟ طير أو ناقة جايز، طير أو ناقة، طير أو ناقة. ثواني. أنتم ما قصرتوا، مستنزفين. فزنا فزنا، خسرنا اعتبروني فايز. ارحب المخفي، ارحب جايز. باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، خل باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي، باقي شوي جايز، باقي شوي، باقي شوي. ايوه ايوه باقي شوي، باقي شوي. لا بعينكم اقول لك كيف، ما راح تفوز، ما راح تفوز، ما راح تفوز. ماما شكرا. ودياب من الصبح قاعد تضحك علي، ما عليك. ارحب يا المخفي، ارحب. ثانك يو سو ماتش. الحكم الاول وعلي، ارحب. ما تحكمين، خلي خلاص الوقت. فيني طغيان. شكرا دامي، شكرا دامي، ثانك يو سو ماتش. والله ما قصرتوا، الله يسعدكم. ان شاء الله ما تكون عنده جحفله. وبس والله بعدي، شكرا. عنده جحفله، ناطر خسارتك. نعم اخوي، وافي للشيوخ كلكم. اعطيني كلمتك. الحكم الاول، شكرا المخفي، شكرا بودياب، شكرا بو علي، شكرا ماما، شكرا الداعمين، الهاوي، كلكم. الحكم الاول، اي تفضلي. الستاره اللي وراك تقصها من النص. الحكم الثاني، الحكم الثاني، تقطع السماعة اللي تحتك إذا كانت سنتين أو ثلاثة. ثالث، الحكم الثالث، الحكم الثالث يا ملاحي، تجيب صحن الحكم الثالث، الحكم الثالث، هذه ايش فيها ربيعتي؟ الحكم الثالث، ايش فيكم؟
الله يهديك. الحكم الثالث. لا سماعة لا شعر لا مدري شو لا مسخرة، يلا خلي يولي. الحكم الثالث، الكرسي اللي وراك أباك تسوي لي 5 فتحات تقصهم، ما أدري شو تسوي. يلا ولا 10 اطور اللي قلت تكسريهم أكثرهم. وينهم؟ وانا نسيتي. اي لحظه 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 لحظه، اي اكثر حلو. انا اشوف سبحان الله اي بني ادم بالبرنامج. قسما بالله انا ما قلت لي اكثر عطور يا كذاب. قلت لك الزلي ام الكويت 10 عطور او كسرين. اي مع نفسك ترى مش في يوم وليله توصل. وين طرشت مع اسم مش اكسبو ايش اسمه الثاني؟ حلو، شلون تطرشينهم وهم مخذير لا رقمي ولا عنواني؟ اسمعني انا وديت سواء انت شلون طرشتيهم ما اخذوا عنواني ولا ترى رقمك موجود. ايش فيك؟ كم رقم؟ كم رقمي قولي لي؟ اوكي دقيقه 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 دقيقه. آخر شيء 8944 صح؟ شنو؟ 8944 صح؟ صح. شفت كيف إني أنا إنسانة مو كذابة؟ أبذمتك دزيت يوم؟ أبذمتك شنو؟ أبذمتك دزيت يوم؟ رقم إعلاناته نعم أخ يا رقم إعلانات دزيت يوم؟ والله العظيم شوف صراحة تبغى الصدق صدق صدق اني كلمت شخص في الكويت انزين وقلت له اريد 10 عطور وعطيت الرقم وقلت له طرش دق على هالرقم وطرش له العطور. حلوين تامس قلت دقيت على رياض هذه سماعة تبين البساتة كده. كم سماعة عندك؟ اقسم بالله انا بس هذه اللي عندي. اوكي على فكرة كان 5 عطور مش 10. عشان ثواني دقيقة هازم قاعد العب مع بنتي تدزلي ليش؟ قاعد العب مع بنتي اعتذر انا قاعد العب مع بنتي تدزلي تهزلي شنو شنو؟ ادري تهزلي هاي سماعة شنو؟ العطور شنو عطور؟ قصيت السماعة. طيب دي ورب الكعبة أني لعبت معك مرة ثانية قصيت السماعة عندي حكم ما العطور. لعبنا جولة واحدة من لاحش فيك ميثة من دخلت البرنامج ولا بحياتي بعمري لعبنا جولة واحدة. شفيت شفيت نفذتي حكم غير حكم العطور اخترتي غيره من لحظه مرتين حكمنا صدق؟ اقول لك والله تعالي الحين ما عندي انا والله ما عندي تعالي